السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخوكم ايهاب الصرافندي من قناه ايهاب تي في. كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله مبسوطين. واليوم معنا جهاز البوكو اكس 3 برو. هذا الجهاز هننزل له واجهه 14 ونغير الاندرويد 12 من اندرويد 12 للاندرويد 13، وكمان متاح للجميع. خلينا الان نيجي نشوف التفاصيل. لايك يا غالي، عشان انت غالي واحنا غاليين، نحط لبعض لايكات، ايش رايك؟ هيا بنا نشوف التفاصيل. ورجعنا لكم من جديد. صلوا على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. معنا جهاز البوكو اكس 3 برو. اول حاجه احنا بدنا ننزل التحديث، نيجي على الاعدادات، نيجي على حول الهاتف. احنا الان بدنا ننزل تحديث اللي هو النسخه العالميه. اتاكد انه جهازك عندك الاحرف هذه قبل ما تعمل اي حاجه، انه عندك الحرف الاول اس جي يو ام اي، الحرف الرابع والخامس شايفهم هذول بدي اياهم انا، ام اي يعني انا بدي انزل لنسخه العالميه. تمام. الآن في عنا رابط ورابط، اثنين روابط موجودات في صندوق الوصف، بتنزلهم يعني بتحملهم في صندوق الوصف. هتحملهم، بعد ما تحملهم أنا الجهاز اللي معاي هيو اللي هو 13.0.3. تمام. هذا التحديث الموجود على جهاز البوكو اكس 3 برو، هذا التحديث المستقر، آخر تحديث مستقر. بعد هيك أجى تحديث 4 وأجى تحديث 13.0.9، ولكن هذا هو المستقر الباقي للمي بايلوت. أنا الآن الجهاز اللي بشرح منه لا هو عامل مي بايلوت ولا إشي. هي لو جينا على حساب المي، ما فيش حساب مي، شلت الحساب عنه عشان نعمل للجميع، الكل واحد بيقدر ينزل التحديث. انا نزلت التحديثات، حملتهم يعني. تعال على حول الهاتف، تعال على رقم 13. بعد ما تيجي على رقم 13 ما بيقول لك في تحديثات، ما في تحديثات، التحديث لسه مش هينزل هوائي. فبتيجي على 13، طبعا هو مش هينزل هوائي لانه يعني بتاخر في العادي، يعني هذا طبيعي. شايف هذا رقم 13، تنقر عليه 8 مرات ورا بعض عشان يكتب لك كلمه هنا ويظهر لك شغلة. ميزات المحدث الإضافية مشغلة، أنا طبعا عملتها، هتطلع لك الكلمة هذه ميزات المحدث الإضافية مشغلة. هتيجي على الثلاث نقاط، هتيجي على اختيار حزمة التحديث، وهتيجي على الثلاث شرط اللي هان، وعلى تختار جهازك اللي هو البوكو اكس 3 برو. نيجي بعدين على الداونلود، أي حاجة بتحملها من صندوق الوصف هتنزل على الداونلود. هي الداونلود، تمام. خلينا نطردها شوي. بعد ما جينا على الداونلود هنيجي على اللي هو تحديث 14. لو جينا ننزل هي 14.01 اللي هننزله، تمام. التحديث اللي هننزله 14.01 على الاندرويد 13. لو جينا عملنا زي هيك بقول لي هنا لا يمكن التحقق من التحديث، لا يمكن فلاش اصدار روم مستقر. المهم، وممكن يقول لك هذا للمختبرين وهذا الكلام كله. نيجي ايش نعمل؟ هنيجي اول حاجه بعد ما تحمله هتيجي على مدير الملفات، هينزلوا في الداونلود يا في التنزيلات هاني، يعني بتلاقيهم هاني في الداونلود. وين الداونلود؟ هتلاقيهم هايهم في الداونلود، تمام. الان بتيجي تعمل زي هيك عشان احنا بعد ما تحملهم عشان هي تحفظهم عندك احتياطا، هي علمتهم بالازرق وعلى الثلاث نقط الان، ونقول له هنا النسخ ومساحه التخزين المشتركه، ونيجي نخزنها في مكان ثاني عشان احتفاظا، يعني حفظ يعني احتياطا، مثلا في الدي سي في الدي هاني، وهي لصق يعني هذا بس احتياطا. تمام تمام، احفظناهم وخلصنا. نطلع من المكان كله، نيجي تاني على الاعدادات، على حول الهاتف، على 13، على الثلاث نقاط اللي هنا، اختيار حزمة التحديث، وهي الثلاث شرط بوكو اكس 3 برو. نيجي على الداونلود، هنختار 13.03 اول شيء اللي على الجهاز نفسه. اذا اي واحد نزله خلاص نزله، يعني اذا انت نزلت التحديث قبل هيك خلاص، اذا انت من الموبايل ونزلت التحديث تمام. خلينا نسجل هذا عشان نشوف كم دقيقة ياخذ. بقول لك حدث جهازك، تقلقش، على نفس التحديث هينزله ولا حاجه، يقول لك خليك زي ما انت هيك. نيجي على مدير الملفات، ونيجي على اللي هو الداونلود، ونيجي على المكان هذا، هذا اللي اختاره، وبنيجي نضغط عليه ضغطه طويله، وبنيجي هنا على الثلاث نقاط اللي هنا، وبنيجي نختار اللي هو اعاده تسميه، وبنضغط عليه ضغطه طويله، وبنقول له تحديد الكل. وبعد ما نقول نحددها كلها، هي حددناها كلها تحديد الكل، وهي نسخ. وبعدين بنمحي منها شوي هيك، ونقول له حسنا موافق. وبنيجي على مكان هذا على 14.01، وبنيجي على الثلاث نقاط اللي هنا، نقول له اعاده التسميه، وبنمسح كل هذا، وبنمسح كمان الزد اي بي، يمسح لي اياها، ونقول له لصق، وهي لصق حسنا. ونيجي نعمل زي هيك، تعال على المكان هذا، ونقول له اعاده التشغيل، ويقول الآن جاري فك التشفير إن شاء الله، ويحدث الجهاز من 13 إلى واجهة 14، والأمور هذه كلها تمام.
تمام التمام يا معلم. هيو الجهاز بيقول لك جاري انهاء تحديث النظام. ملاحظين قديش اخذ وقت؟ اخذ 5 دقائق 6 دقائق تقريبا، لسه لحتى لما خلص، طالما انه كاتب هنا جاري انهاء لسه ما خلصت. المهم تم تحديث ام اي يو اي بنجاح على الاعدادات، ونيجي على حول الهاتف ومبروك عليك تحديث 14. هي صار على الجهاز 14.01، ونيجي هنا كمان للاندرويد وهو اندرويد 13. هاي الاندرويد 13، هي 12، وهي الساعة 1 تعالي. تمام 100% هاي اندرويد 13. الان هاي الجهاز تم حصوله على التحديث، تحديث الامانة 1.1 بس في كان خطأات، اللي هم 1.1.2023. اذا حوالي 6 دقائق بعدها، بعد ما تحدث تيجي على محدث تطبيقات النظام، وإذا فيش إشي مش محدث بتحدثه. بنيجي هنا على الإعدادات الإضافية، وبتلاقي في حاجة اسمها توسيع الذاكرة، هتلاقي توسيع الذاكرة 5 جيجا. يفضل بعد العملية هذه إنك تعمل، الآن يفضل بعد ما أنت تعمل تحديث تعمل استعادة ضبط مصنع، ومهم وضروري بهذه الخطوة تعمل استعادة ضبط مصنع للجهاز، يعني فورمات كامل للجهاز. استعادة ضبط المصنع والفورمات كالتالي: بتيجي على الإعدادات حول الهاتف، تنزل تحت في عندك إعادة ضبط إعدادات المصنع، هيمسح لك كل شيء عن الجهاز، دير بالك، يعني تاخذ راي بالك انه انت شيء مهم بتشيله. فانت بتقول له مسح جميع البيانات، فبقول لك بدك نسخ احتياطي، بتقول له اعاده ضبط مثلا المصنع، بيعطيك مهله مره وكمان مره، بعدها بيعمل استعاده ضبط مصنع للجهاز، وبعد هيك الجهاز بيرجع 100% لوز. الان الخلفيات الجديده هتلاقيها موجوده هنا، هي اوافق، وجينا على المكان هذا في عندنا خلفيات الشاشه، في هي الخلفيات الجديده، هي الخلفيه بتاعت اللي هي هذه الخلفيه بتكون على واجهة 14. ليش ما اجت؟ لانه احنا عملنا اللي هي طريقة اللفة هذا عشان نعمل تحديث، هي تعيين للكل، وبدناش كاروسيل مثلا. تمام هي الخلفية تم تعيينها. من ميزات 14 لو جينا فتحنا مثلا اللي هو زي ما انتم شايفين اللي هو تقسيم الشاشة اللي فوق واللي تحت، بتقدر تعمل هيك ضغطتين ورا بعض، بتنزل فوق تحت واللي تحت فوق، هي ضغطتين ورا بعض، هذا من الميزات. وبقدر افتح كمان نوافذ منبثقة مثلا، كمان هذا لو سكرته بترجع له عادي، طلع كيف؟ نرجع له عادي. لو جينا مثلا فتحنا نافذة منبثقة مثلا، هي جوجل كروم، جوجل بلاي، وهي نافذة منبثقة، بقدر افتح تطبيقين في نفس الوقت كنافذة منبثقة زي ما انت شايف، يعني بقدر انا هي اثنين مفتوحات، لو ضغطت هيك هتلاقي هذا طلع فوق وهذا تحت، مثلا بدي هذا بيطلع فوق، مثلا عملت فيه زي هيك هيروح في المكان هذا، لو عملت فيه زي هيك هيروح في المكان هذا، واضغط هيك بيرجع تاني. وهذا كان تحديث واجهة 14 لجهاز بوكو اكس 3 برو. ويفضل قلت لك اعمل استعادة ضبط مصنع، بتكاش تعمل استعادة ضبط مصنع مهم وضروري، تيجي على الاعدادات، اذا بتكاش تعمل استعادة ضبط مصنع، الاعدادات، التطبيقات، ادارة التطبيقات، وتعال على الثلاث نقاط هدول، وتقول له اعادة تعيين تفضيلات التطبيق، وبتقول له اعادة تعيين تفضيلات التطبيق. هيك ممكن يحل بعض المشاكل، اذا في عندك بده يظهر مشاكل، اذا حسيت في مشاكل اعمل استعادة ضبط المصنع زي ما ورجيتك، او فورمات. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تسد دعم يا غاليين. سلام.